ليس بعيدا عن هذه الأجواء المؤلمة، ينضم إلينا مباشرة من منطقة الخازر مدير مخيم الخازر للنازحين رجقار عبيد. سيد عبيد أهلا بك معنا. النازحون في هذا المخيم، ما أبرز احتياجاتهم؟ أهلا أهلا وسهلا. كما تشوفون منذ بدأ عمليات تحرير موصل موجة نزوح كبيرة وصلوا إلى مخيمات حازر وحسن شام، أكثر من 47 ألف نازح هسه موجود بالمخيمين. وقبل كم ساعة إحنا فتحنا مخيم ثالث، مخيم خازر 2، واستقبلنا به النازحين الجدد حوالي 500 نازح. قبل ساعة كم ساعة وصلوا إلى المخيم. الوضع كما أشرتم إليه حسب تقاريركم الوضع كل صعب، لان الجو صار كلش بارد. واحنا كمؤسسه خيريه البارزانيه وكل المنظمات اللي من شان الانسانيه دي يشتغلون دي نحاول نسيطر على الوضع، والحمد لله لحد الان كل الاشياء تحت سيطرتنا، واحنا قدرنا توفير لهم التزامات الحياه مثل دواشك. ولكل نفر هسه نحاول نعطيهم بطانيتين بدل بطانيه، ووزاره الهجره والمهجرين من طرفهم اوفروا النفط على النازحين. صح الكميه كلش قليله بس احسن، يعني لكل عائله وفروا لهم 20 لتر لحد الان حسب أقوالهم. الأسبوع الجاي هم دي يوزعون 20 لتر آخر لكل عائلة. سيد عبيد، الوزارة وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت عن إيصال نحو 81 طن من المواد الغذائية لهذه المناطق التي حررت من تنظيم داعش، في يعني نية منها لمساعدة المتضررين هناك. هل لديك أي معلومات عن توزيع مثل هذه الكمية الكبيرة من المواد الغذائية، وإذا ما وصلتكم يعني جزء منها؟ بالصراحة احنا بس مسؤولين عن المخيمات بالحسن شام والخازر ومخيم خازر 2. المساعدات الوزارة الهجرة والمهاجرين وصلت إلينا بس مو بهاي العدد اللي أنت ذكرته. الوزارة نصبوا الخيمات للنازحين بس المشكلة ما ينتهي بالتنصيب خيمة، احنا نحتاج مستمسكات ملتزمات الحياة للنازحين اللي دا يجي. واحنا كمؤسسة خيرية البارزانية وكإدارة المخيم بوحدنا ما نقدر نسيطر على الوضع، ما نقدر نغطي كل احتياجات الناس، نحتاج دعم اكبر خاصه من الحكومه تحتاجوه سيد عبيد، ومن المنظمات الدوليه لمساعده هؤلاء النازحين الذين يعيشون هذه الاجواء الصعبه الان في ظل هذا البرد. الشيء اللي ضروري هسه نحتاج ملتزمات الحياة خاصة ملابس الشتائية للناس، لأن الناس النازحين اللي وصلوا إلى المخيمات ما عندهم أي ملابس، بس الملابس اللي كان لابسينهم. وهسه إحنا نحتاج بهاي الفصل الشتاء نحتاج ملابس الشتاء، وإحنا نحتاج ملتزمات الأطفال خاصة الحليب والملتزمات الأخرى اللي يخص الأطفال. وبالناحية الصحة بصراحة إحنا عندنا تقصير بالصحة، واحنا ناشدنا وزاره الصحه العراق الفيدرال ووزاره صحه الحكومه المحليه للموصل بناء مستشفى خاص داخل المخيمات، لان احنا بصراحه ما نقدر نحول كل المرضى الى اربيل لان امكانيه محدوده. وكما تعرفون الوضع الامني ما يقبل كل واحد يدخل طيب اربيل. سيد عبيد، يعني هذه المناشدات من جنابكم للحكومه الفيدراليه للحكومه المحليه في الموصل، هل لاقت اي استجابه؟ هل تواصلت معكم ربما مجموعه من المسؤولين قالوا نعم سننفذ هذا الامر او سنساعد بايصال هذه المساعدات قريبا؟ بصراحة أكو وعود كثيرة، وبعد الوعود يعني حتى هم نكون صريحين نعم نفذوها. بالنسبة للكهرباء لمخيم خازر هسه بدأوا يشتغلون عليها ووفروا المولدات، بس بالنسبة للصحة هي كلش مقصرة لحد الآن. ووعدونا كثير ببناء مستشفى كبير هون، لأن أكثر من 50 ألف نازح هسه موجودة بهاي المخيمات، مو معقول بالإسعافات أو بكرفانات صغيرة دا يستخدمونها. طيب. للمستشفى صغيرة بس بساعة 10 إلى 4 بالعصر وينتهي شغلها. سيد عبيد، إذن هناك وعود نفذت، هناك وعود ما تزالون تنتظرونها. الآلية التي تستقبلون بها النازحين، هل هناك ربما صعوبات لدخول النازحين إلى هذا المخيم الذي أنتم مسؤولون عليه، أم هناك تدقيق وإجراءات كثيرة قد تتعب ربما النازحين؟
لا احنا كفريق مؤسسه خيريه البارزانيه عندنا تنسيق كامل ويا الجهات الامنيه، لان عندنا كان هم خبره بمخيم ديبقى هون بمخيم خازر وحسن شام. التحقيق مو تحقيق صعب، التحقيق مجرد احنا نكتب الاسامي وندخلهم على الخيمات ونعطيه رقم الخيمه وملتزمات الحياه لكل نفر. هسه غيرنا الخطه، بالبدايه كان دوشك وبطانيه، هسه دوشك وبطانيتين والملتزمات الاخرى للحياه، سيت مطبخ وصوبه وكل الملتزمات الاخرى احنا بدنا نعطيه. يعني كل نازح ممكن يبقى نص ساعة أو ساعة، حتى أقصى هي ساعة يبقى بالمكان الريسبشن سنتر مركز الاستقبال، بعدين يروح إلى خيمته. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من منطقة الخازر مدير مخيم الخازر للنازحين رزقار عبيد.